حضرتك قلت لي نقطة في نص الكلام وأنا سمعتها من بعض لاعبي النادي الأهلي، وحضرتك تشرحها أكتر للناس عشان يفهموها. لما كنت بسأل لعيبة النادي الأهلي إيه أخبار التدريب وأنتوا بتتدربوا وبتاع، يقول لي لا موسيماني التدريب بتاعه مش حلو، إحنا دربنا مع مدربين قبل كده أجانب في تدريبات أحسن من كده. يعني إيه تدريب مش حلو وتدريب حلو؟ يعني الكلمة دي سمعتها أكتر من أكتر من لاعب بصراحة. هو شوف أقول لحضرتك على حاجة، التدريب مهم جدا إنه في أهم مراحله يبقى في صيغة من صيغ المباراة. يعني أحط اللعيبة في صيغة من صيغ المباراة. بالزبط. يعني النهاردة مثلا أنا أعمل تدريب شوتينج على الجول، بعمل تدريب بيزكس الأول، بس هل عبد الهال يشوط؟ ده تكنيكس. لكن هو مش هيحصل كده في الماتش ده، في منافس وفي هتجي له الكورة وياخد قرار هشوط ولا باصي ولا رقص. ولو جيت شوط هبص لاقي حد متداخل معايا، طب هشوط باليمين ولا بالشمال؟ هشوطها فيرست تايم ولا اوقفها؟ دي كلها اسئله. وبعدين في النهايه هو الكالكوليشنز بتاعتها بياخد القرار. لما انا اعمل له تدريب غير واقعي في كثير من الاوقات، مجرد ان هو يشوط ده بيشوط ده بيشوط ده يرفع وده يشوط وكلام من ده بدون ما ادخل منافس فيها زي ما يحدث في المباراه، هيجي في المباراه يصطدم بالعمليه دي. ولذلك في التدريب يبقى لازم انا بعمل مثلا في حاجات فرديه او في اجزاء معينه من الملعب 4-4 5-5، ممكن اعمل حاجات اللي انا عايزها مع الضغط فيها. وفي حاجات بقى اعملها في التدريب الكامل اللي هو مثلا 11-11، ان لازم اخلي الفريق المنافس اللي هو مش معاك كوره لازم يعمل بريسنج على اللعيبه عشان يلعب تحت الضغط اللي هو هيجو في المباراه. صحيح. انما سيبه على راحته، ده يجيب بخمس اجوان والفرقه دي خمس اجوان، يا سلام ده التمرين هاي لو جبنا 10 اجوال وجد فاجئ في الماتش وما جابش. ليه؟ لان في ضغط وفي ضرب وضغط، مفيش حد يديك فرصه، مش عارف اطلع بالكوره عشان اديك فرصه. من الحاجات الملاحظه جدا كابتن طه في مباريات الاهلي الماضيه كلها والمباراه النهارده، في كده تراب الكوره، انت عندك صعوبات مفيش كبيره. مفيش. لدرجه ان في احدى المباريات اعتقد كان مباراه توفاق ستيف الثانيه لو انا اتذكر، لقيت تقريبا عمل 20 كره طوليه في شوط واحد. يعني رقم كبير وضخم من نادي اهلي. يعني الاهلي اللي المفروض عنده اللعيبه وعنده المهارات وعنده الامكانيات انه يخرج بالكره بشكل كويس، لانه يعني التدريب المفروض اللعيبه تتعلم ازاي تعمل باصات البنتريشن اللي هي الاختراقيه. يعني السيرد باك ماسك كوره، لازم اللعيبه اللي في نص الملعب تتحرك له باستمرار، ما يفضلش واقف حته واحده خلاص ممسوك، لا اتحرك له كده عشان السلم. صحيح. وبعدين اللي في نص الملعب ده لازم يبقى عنده الوعي، رؤيه كمان، ان هو هل في ولا حد ولا فاضي. فلو ما فيش حد وراه النهارده مثلا تيجي لديانج يروح مرجعها، ممكن يستلمها ويروح لافف، مفيش حد وراه. دي بقى في حاجتين ممكن تتم، ممكن من الكوميونيكيشن اللي هو انا بوصيله الكوره وادي له الريشيتا، ديانج لف مفيش حد وراك، لان انا اللي شايفه بوشي، انا السيرد باك، بدي له الكوره واقول له لف مفيش حد وراك. هايل. حتى لو هو بس في لعيبه عندها الوعي يبقى طبعًا شايف على طول ويلف هو نفسه. لكن انا اذا هو مش شايفها يبقى انا بعمل الكوميونيكيشن دي اللي هي وسيله الاتصال، ان انا بصيله الكوره واقول له ايه مفيش حد وراك لف. يروح لف، تفرق كتير جدا اللفه دي. لكن اول ما يرجعها لي تاني ما عملناش حاجه كما كنت. فلعيبه النص الملعب عليها ضغط كبير في الحته دي، ما فيش اللعيب اللي عنده الامكانيه ان هو يستلم ويلف ويكسب بقى ارض. خلاص يبقى انا ضربت ثلاثة اربعة اتبسطت الكوره اتضرب فيها ثلاثة بيضغطوا وانا لفيت وبقيت ماشي، دي برضه من ضمن المشاكل. ده تدريب لازم التدريب يتم فيها. صحيح. حتى لو انا بدرب لعيبه على اعلى مستوى التدريب موجود، لازم يكون موجود. مش معناه ان على مستوى خلاص يبقى هيوة ما عملش حاجه واسيبهم يلعبوا زي ما هو، لا، التكرار بيعلم اللعيب ان هو يبقى دايما حذر ودايما ابديتد، فعارف ان انا بكيد الكوره بصلها فيها ازاي. في حاجات ناقصه للعيبه. وبعدين في حاجه تانية مهمه جدا. اتفضل. النادي الاهلي محتاج اعاده نظر في السكواد بتاعه. اعاده نظر يعني ايه؟ يعني انا كنت اتمنى في وقت ما النادي الاهلي كان كسبان البطولة التاسعة أو العشرة أو عامل ستوب، وأنا عندي رفاهية إن ما يهمنيش لو خسرت السنة الجاية ولا سنتين ما خسرتش، بس أعمل فرقة، أبني فرقة جديدة. أبني فرقة جديدة. صح. كان لازم ستوب وأجي أغربل الفرقة اللي عندي. في لعيبة عندي بتتعالج بقالها سنتين في الديفنس قاعدة، وبعدين في لعيبة أجيبها من الإعارة. يعني ضمن الحاجات اللي برضه مشكلة العين الكويسه
في لعيبه بجيبها من الاعاره، يعني انا جبت من الاعاره محمد عبد المنعم مثلا، بضرب مثل بيها. وبعد ما جبته من الاعاره، كان في سموحه ماشي كويس، شفت ان هو بروميسنج، جبته ورحت عامل له اعاره لفيوتشر. وبعد كده رحت لقيت رحت جايب من فيوتشر. لا انا جبته من فيوتشر لما تالق مع منتخب مصر، لما كارلوس كيروش اختار ايا كان هو اني هاو. انا اقصد يعني اني هاو. طب انا جايبه، انا جبته من سموحه ليه؟ لان هو كويس. يبقى اذا انا مقتنع ان هو كويس، صح. مش مستني لما يلعب في حته تانية عشان اقول ده كويس تاني واجيبه، ما انا لازم عندي ابقى عارف، صح. والا كده يبقى كل واحد بعته بره وبعدين اروح جايبه لما اشوفه يجيد بره، ما انا لازم عندي عين كويسه واعرف ان ده بتاعي اقدر اطوره، طالما جبته انا من سموحه يعني معناه انه كويس، صحيح. يبقى اذا اخليه بدل ما اعمل له اعاره قبل ما يروح المنتخب، صحيح. عشان عملت اعاره للفيوتشر، طب ليه عملت اعاره؟ صح. وانا جايبه، صح. ده مثل من الامثله، مثل. وبناء على هذا في مثلا البدري، مصطفى البدري، النادي الاهلي شافه كويس قوي، مش كويس قوي مع الانتاج ولا ضده وبتاع، راح جايبه وبعدين عمل له اعاره، صح. طب انا يعني ما هنا بقى دي امور لازم يبقى فيها فحص. الان انا ما بتكلمش على ما فات، انا بتكلم النادي الاهلي عنده الرفاهيه ان هو يعمل سكواد جديد مع نهايه الموسم، هيكمل الموسم ده، لكن في نهايته لازم يكون عامل تقييم لكل اللي موجودين، ومن يصلح يبقى موجود، البروميسنج اللي هيشتغل، واللي مش قادر وحسيت ان هو خلاص ما شيلش فوق كتفي خلاص، اجيب غيره، واجيب محترفين على مستوى عالي.